حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. ميليشيا الحوثي تطالب اليمنيات ببيع ما يمتلكن من ذهب دعما للجبهات. مفجر مولدات محطة كهرباء عدن يطالب بوظيفة في المحطة التي فجرها. وفي أكثر الأخبار تداولا، الأسد يصادر بيوت اللاجئين السوريين خلال غيابهم. أهلا بكم. من عينته ميليشيات الحوثي رئيسا لمجلسها السياسي مهدي المشاط يطلب من المرأة اليمنية أمرا غريبا وفق توصيف المواقع الإخبارية حيث عنون الموقع بوست. مهدي المشاط يدعو المرأة اليمنية لتتبرع بقلادتها. وأكد الموقع أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات الحوثية بعد قوله: علينا أن نحول هذا العام إلى عام باليستي بامتياز وعام انتصار وفاء لوعد صالح الصماد. دعا المرأة اليمنية في اختتام ورشة نظمتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في حكومة الحوثيين، دعاها إلى أن تنظر إلى أيدي المقاتلين فتخلع قلادتها لتمنحها لتقوية يد المقاتل. ومحاولا شرح فكرته قال: اليد التي تحمي هي تلك اليد، ينظر إليها المواطن، ينظر إليها التاجر، ينظر إليها المسؤول فيعطيها ورقة من نقده أو شيئا مما يملك. إلى موقع اليمن السعيد والذي تابع مجريات معارك الساحل الغربي وعلق: عشرات الأسرى في قبضة قوات العمالقة جلهم من الأطفال. وقال الموقع: تمكنت قوات العمالقة من أسر العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة الساحل الغربي. وأكد مصدر في ألوية العمالقة أن معظم الأسرى هم من الأطفال المغرر بهم، دفعت بهم ميليشيات الحوثي إلى الجبهات بعد اختطافهم من المدارس أو إجبار أهاليهم على إلحاقهم بجبهات القتال. وأظهرت الصور التي التقطها إعلاميون رافقوا القوات المشتركة عشرات الأسرى في قبضة ألوية العمالقة جلهم من الأطفال. دبلوماسية المال مزقت الأمة العربية. تحت هذا العنوان كتب البحريني سعيد الشهابي ما قاله في القدس العربي مضيفا: جاءت ثورات الربيع العربي محاولة أخيرة لإعادة التوازن لأمة استضعفها حكامها وفرقوا شعوبها وارتهنوها للأجانب. وهنا تساقطت كافة الأيديولوجيات المذكورة، فتضافرت جهود دول الغرب مع أنظمة المنطقة للإجهاز عليها بكافة الوسائل. وهنا تشكل محور جديد مدعوم من الغرب بأجندة معقدة تشمل قضايا جوهرية عديدة. تضافرت جهود هذا المحور على أربعة محاور: ضرب الثورات العربية قاطبة ومنع التحول الديمقراطي بأي ثمن، استهداف ظاهرة الإسلام السياسي بتجلياتها في إيران والحركات الإسلامية ذات المشروع السياسي، تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي والتطبيع مع إسرائيل. ولتسهيل مهمة أعضاء ذلك التحالف سمح لهم بالعمل خارج الممنوعات تحت إشراف إسرائيلي مباشرة، وسمح لهم بالعمل السياسي والأمني والاستخباراتي خارج حدودها خصوصا في الدول المستهدفة من الغرب والكيان الإسرائيلي. ولكي يمكن تحقيق ذلك لا بد من تفتيت العالم العربي وإضعاف دوله الكبرى مصر والعراق وسوريا واليمن. وهذا ما حدث خلال السنوات السبع الماضية، فلو كانت مصر قوية لما استطاعت السعودية السيطرة على الجامعة العربية، ولما تصدرت العمل العربي المشترك ووجهته لخدمة أهدافها. ولو كانت سوريا أو العراق متماسكة لما شعرت دولة الإمارات بهذه العظمة الوهمية التي دفعتها لاحتلال بلدان أكبر منها وأعمق تاريخا وحضارة كاليمن. المواطن الذي أطفأ الكهرباء في عدن وفجر عددا من مولدات الطاقة فيها ماذا يريد؟ يقول موقع المصدر أونلاين: لأنهم لم يوظفوه مسلح يطلق النار على مولدات الكهرباء. وقال الموقع:
أطلق مسلح النار على محطة خورمكسر الكهربائية بمدينة عدن جنوبي البلاد، مما أدى إلى خروج 7 مولدات عن الخدمة. وبحسب مصادر فإن إطلاق النار تركز على الراديترات في المولدات. وقال مدير قسم شرطة خورمكسر العقيد ناصر الحسني إن الشرطة تعرفت على هوية المسلح الذي أطلق النار، وهو من أهالي المنطقة، ويطالب بتوظيفه في مؤسسة الكهرباء بالقوة. أحد النازحين ترك محافظة الحديدة هربا من الموت وبحثا عن الحياة، واختار عدن التي اعتقد أنها ستكون أأمن مكان له، وهناك كان ينتظره قاتل أراد نهب دراجته النارية. ووفقا لموقع عدن الغد، فقد تم إلقاء القبض على قتلة نازح من الحديدة بعدن. وقال مدير المنطقة الأمنية السابعة بعدن عقيد محمد السكرة إن السلطات الأمنية توصلت إلى هوية قاتل نازح من الحديدة، تم العثور على جثته مرمية قبل يومين بمنطقة جعولة شمال عدن. وقال مدير المنطقة الأمنية في تصريح لصحيفة عدن الغد إن السلطات الأمنية ألقت القبض على القاتل، حيث اعترف بقيامه بقتل منصور قاسم عياش عوض وهو نازح من أبناء الحديدة، واعترف القاتل بأن سبب القتل هو الاستيلاء على دراجة القتيل. إذا لماذا يسكت الرئيس هادي وحكومته عن الدعم الإماراتي لميليشيات خارج الدولة؟ مهمتها فقط تقويض الشرعية. يتساءل أحمد الشلفي في مقاله المنشور في الموقع بوست، مضيفا في جزء من المقال. دعم بن زايد لطارق صالح دون تنسيق مع الشرعية أو إذن منها، بعد أن أثخن في اليمنيين مدنيين وعسكريين ونسق مع الحوثي للانقلاب على الدولة. وخيانة القسم العسكري هو انتهاك للسيادة الوطنية بأعلى المستويات. السكوت عن ذلك من قبل الرئيس هادي وحكومته هو شكل من أشكال الإذعان والتسليم بالسيادة وانتقاص للمرجعيات الثلاث التي على أساسها يبني الرئيس هادي شرعيته، وهي المبادرة الخليجية والحوار الوطني والقرار الدولي 22/16. كان طارق صالح في البدء مطلوبا في عام 2011 بحكم مسؤوليته عن مجزرة الكرامة في مارس بحق شباب التغيير، ثم أقرت أدبيات الحوار الوطني عزله سياسيا ومن مثله من العسكريين الذين شاركوا في نظام صالح. ثم بعد انقلابه على الدولة وتسببه مع الحوثيين في جرائم ضد عشرات الآلاف من أبناء الوطن، أصبح مدانا ومعرقلا بحسب القرارات الدولية. لا معنى مطلقا للحديث عن السيادة في سقطرى فقط، بينما تستمر الإمارات وولي عهدها وحكامها في انتهاك كل سيادة. بحسب المعلومات، فإن الإمارات دفعت ملايين الدولارات لتشكيل ميليشيات طارق صالح ودعمته بالعتاد العسكري الضخم، طالبة منه ألا يعترف بالرئيس هادي أو الحكومة الشرعية. ونحن لا نتحدث هنا عن الاعتراف بالشرعية، فما الذي يمكن أن يضيفه اعتراف مدان بقتل آلاف اليمنيين والتآمر عليهم؟ ولكن نتحدث عن استمرار التآمر الإماراتي على مكتسبات وتضحيات اليمنيين خلال 4 سنوات بإعادة تدوير القتلة وتجيير الانتصارات باسمهم. منذ أول خطوة في مسيرتها نحو تدمير اليمن، حرصت ميليشيات الحوثي على تفجير كل مبنى يسكنه مواطن تعتقد أنه لن يناصرها في حربها، وعنوان موقع الصحوة نت. الحوثيون يفجرون منزل مواطن في نهم. وقال الموقع أن منظمة رقيب لحقوق الإنسان أدانت إقدام قوة من جماعة الحوثي المسلحة وحلفائها على تفجير منزل المواطن مسعد علي جحيش في قرية الحول منطقة بران مديرية نهم بمحافظة صنعاء. وقال بيان صادر عن المنظمة إن تفجير منازل المواطنين والإضرار بممتلكاتهم جريمة لا تسقط بالتقادم. وأشارت المنظمة إلى أن عدد المنازل التي تم تفجيرها في قرية الحول من قبل الحوثيين 7 منازل. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. قال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في عدد من الجبهات.
الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام وفي مناطق مختلفة. افتنا بالحرب الويل ضربونا احنا من الجبل مبون علينا انا كل الهدف بس الله ستر دقت بحقنا احنا المدرسه اجت الصوت قوي ودقت بحقنا احنا المدرسه بعدين دخلت امن المقصف حقنا احنا بعدين راحت بالقم الثاني بعدين جتنا احنا الضربه ناس كلهم راحوا قد الضربة من المسجد ورجعت من عندنا احنا قد لحنا. أهلا بكم من جديد. من جولتنا في الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة ويست فرانس حول زيارة برلمانيين فرنسيين إلى المغرب، وتعنون الصحيفة عودة ثلاثة برلمانيين فرنسيين من اليمن. وقالت الصحيفة إنه وبمبادرة من البرلمانية ناتالي جوليت زارت بعثة برلمانية اليمن الأسبوع الماضي، وشارك في هذه الرحلة اثنان من البرلمانيين النورمانديين الآخرين. وقال فابيان جوتفاردي في تقرير ترجمته قناة بلقيس: دعيت بصفة رئيس مجلس الصداقة الفرنسية اليمنية في الجمعية الوطنية. تضيف الصحيفة: أمضى الوفد البرلماني يومين وليلة في مأرب في مركز عمليات عسكري تحت سيطرة التحالف السعودي الذي يحتل جزءا من البلاد. لم يقم أي وفد غربي بزيارة حتى الآن إلى هذا البلد منذ بداية الصراع عام 2014 بدوله. يقول النائب هيرفي: لقد وفرت لنا قوات التحالف برئاسة الرياض وسائل النقل، ورأينا غياب المنظمات غير الحكومية في الموقع والمنظمات الوحيدة موجودة في العاصمة ولكن بموظفين يمنيين. جمهورية بلا جمهور. تحت هذا العنوان كتب وائل قنديل عن لحظة تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا عقب انتخابات صورية، وقال الكاتب: بدت القاهرة في الصباح الفائت كأنها مدينة أشباح لا وجود للبشر العاديين فيها، فقط طائرات تستعرض في السماء وسيارة جيش وشرطة تتبختر على الأرض وآلاف من أفراد الأمن يحرسون موكباً عسكرياً لجنرال قفز للتو من كتائب الفاشيات العسكرية. طلقات المدفعية التي رجت طبقات الجو رجاً وأزيز الطائرات الحربية التي تحمل كل منها شعار سلاح من أسلحة الجيش والألعاب النارية في السماء لم تطرد فقط العصافير من فوق الأشجار بل جردت الشوارع والطرق من العابرين المدنيين، ما جعل العاصمة تبدو كأنها ماكيت مدينة أسطورية في لعبة ألكترونية من تلك التي تعج بها تطبيقات الهواتف الذكية. وعلى الرغم من ذلك وقف الحاكم العسكري في قاعة البرلمان الأكثر عسكرية من العسكريين يتحدث عن الجمهورية والجماهير والدولة المدنية، ووقف رئيس البرلمان بين يديه يطنطن بعبارات مجففة عن فرحة الملايين الذين أوصلوا الجنرال إلى الحكم. لم تنجح الأقمار الاصطناعية أو كاميرات البث الفضائي في التقاط صورة واحدة لهذه الملايين تحتشد على الجانبين بطول الطريق لتحية الجنرال والمشاركة في هذه الزفة المبتذلة التي حملته إلى مجلس النواب لأداء اليمين. والسبب ببساطة أن هذه الملايين ليست موجودة إلا في عناوين إعلامه الكذوب وليست حاضرة إلا فيما تعلنه أجهزته من أرقام وهمية. الأسد سيصادر بيوت اللاجئين السوريين خلال غيابهم، هذا واحد من الموضوعات التي ركزت عليها الصحافة البريطانية، حيث نشرت صحيفة التايمز مقالا لريتشارد سبنسر
قال فيه إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد أجرى تعديلات على مرسوم يسمح بمصادرة أملاك السوريين من دون تعويضات، وأضاف أن التعديلات تضمنت منح مالكي المنازل والعقارات أسهما في المباني المعاد بناؤها في حال قدموا بأنفسهم أو عبر أقاربهم الأوراق التي تثبت ملكيتهم للعقار والمنزل. وأضاف الكاتب في ترجمة في تقرير ترجمته البي بي سي: اللاجئون السوريون يقولون إن فكرة الذهاب إلى سوريا تعتبر أمرا خطيرا جدا، لأنهم قد يتعرضون للاعتقال أو القتل أو التجنيد الإجباري، لذا فإنهم قد يخسرون بيوتهم بشكل نهائي. وتابع بالقول: العديد من منتقدي هذا المرسوم ومنهم لبنان يرون أنه يجعل ملايين السوريين الذين هربوا من بلدهم بلا وطن شأنهم كشأن الفلسطينيين. وصفة ترامب للفوضى في الشرق الأوسط. تحت هذا العنوان كتب وزير خارجية ألمانيا ومستشارها السابق يوشكا فيشر، مضيفا في مثال أعادت الغد نشره وترجمته: تأسس النظام القديم في الشرق الأوسط بموجب اتفاقية سايكس بيكو إبان الحرب العالمية الأولى بين بريطانيا وفرنسا، وهي الاتفاقية التي خلقت إلى حد كبير الحدود الوطنية القائمة في المنطقة اليوم. وبعد مرور قرن من الزمن بات من الواضح أن هذا النظام القديم عفى عليه الزمن، لأنه لم يعد يوفر أي مظهر من مظاهر الاستقرار. بدلا من ذلك كانت القوى الإقليمية الأكثر أهمية في المنطقة إسرائيل، إيران والمملكة العربية السعودية تنافس جميعها لفرض نفوذها في الحرب الدائرة في سوريا، وهي تنزلق بشكل جماعي نحو صراع يائس بلا طائل للسيطرة على المنطقة بأسرها، ولأن أي دولة بمفردها لا تملك القوة الكافية لإزالة أو إخضاع الدول الأخرى، فإن هذا الصراع المتصاعد يعد فقط بسنوات وربما بعقود من الحرب. يمكننا إرجاع حالة عدم الاستقرار في المنطقة مباشرة إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق واحتلالها البلد في العام 2003، فبإسقاط نظام صدام حسين نالت إيران فجأة الفرصة للسعي نحو تحقيق نوع من شبه الهيمنة في المنطقة، بدءا بجارتها ذات الأغلبية الشيعية. وبعد سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها الغرب في سوريا أصبحت إيران قادرة على ترسيخ وجود بلا عوائق، والذي يمتد على طول الطريق إلى البحر الأبيض المتوسط. وعلى هذه الخلفية جرى التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان المقصود من الاتفاق إعادة دمج إيران في النظام الدولي، وبالتالي تشجيعها على الاطلاع بدور إقليمي أكثر مسؤولية، لكن القرار الذي اتخذه ترامب منع هذا الاحتمال، تاركا دور إيران في مستقبل المنطقة مسألة مفتوحة على التخمينات. لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 300 إثر تدفق حمم بركان فويغو في غواتيمالا. وأطلق البركان تيارا من الحمم يبلغ طوله 5 أميال ودخانا ورمادا أمطر على العاصمة ومناطق أخرى. جولتنا المصورة لحالة الناس أثناء تدفق الحمم البركانية وقد نشرتها الجارديان البريطانية، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.